النشرة الجوية الرئيسية من قناة شروق. مشاهدينا أهلا بكم. إذا غدوة إن شاء الله في الصباح راح تكون الأجواء مغشاة بسحب من النوع العالي، راح تميز كافة المناطق الشمالية، تكون مرفوقة بضباب خفيف على كافة المناطق الساحلية. أيضا أجواء غائمة راح تميز كل من الواحات وحتى الصحراء الوسطى. وفي ظهيرة الغد إن شاء الله وبعد انقشاع الضباب اللي كان يميز كافة المناطق الساحلية، راح تكون الأجواء غائمة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى، تكون مرفوقة بأمطار خفيفة على المناطق الشمالية الغربية. هذا الاضطراب الجوي الغير نشيط وغير فعال راح يلتحق بالمناطق الشمالية الشرقية في الليل إن شاء الله. بالنسبة للمناطق الجنوبية راح تكون أجواء غائمة مع أمطار محلية على كل من الواحات والصحراء الوسطى، بينما راح تبقى الأجواء مغشاة بسحب دائما من النوع العالي بدون فعالية على كل من شمال الصحراء، أيضا بالجنوب الغربي حتى بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري. سرعة الرياح تصل حتى 50 كم في الساعة، هذا يتسبب في تطاير رمال كثيف على كافة المناطق الجنوبية. شوفوا مشاهدينا درجة الحرارة الدنيا لصباح الغد إن شاء الله عن 10 درجات على كافة المدن الساحلية، من 4 ل 6 درجات المدن الداخلية، من درجتين 4 درجات بالهضاب العليا، 7 درجات بالواحات، نفس المقياس بغردايه، 8 درجات بتندوف، نفس المقياس بعين صالح تيمون، وعندنا 12 درجة على أقصى الجنوب الجزائري. درجة الحرارة القصوى لظاهرة الغد إن شاء الله عندنا 20 درجة بعنابة، سكيكدا، القيلة، 22 درجة نسجلها بالجزائر العاصمة بومرداس، 18 درجة بوهران مستغانم، 16 درجة بقسنطينة ميلا، 14 بالمدية شلف، 20 درجة نسجلها على كل من معسكر غليزان، 13 نسجلها بسطيف الأوراس، 16 درجة بالأغوات، 14 بالبيض نعامة، 19 درجة بالواحات، نفس المقياس نسجلوه بغردايا وأيضا بني عباس، 23 بتندوف، 27 بأدرار، 30 بعين صالح تيميمون، 22 درجة بتمن راس، وعندنا من 27 29 درجة على كل من برج باجي مختار وعين قزام. ونوصلوا مشاهدينا للملاحة والصيد البحري. إن شاء الله البحر غدوة راح يكون من مرسى بن مهيدي حتى الغرب دلس مضطرب، بينما من شرق دلس حتى القيلة راح يكون قليل الاضطراب. وفق الرياح راح تكون من جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها توصل حتى 50 كم في الساعة على طول الشريط الساحلي، والرؤية ستكون حسنة بحول الله. ونوصلوا مشاهدينا لختام نشرتنا، نختمها بالمعلومات الفلكية اللي تهم الجزائر العاصمة وضواحيها. غدوة إن شاء الله الخميس 2 فيفري 2017 شروق الشمس راح يكون على 7:48 دقيقة، بينما الغروب راح يكون على 6:15 دقيقة. مشاهدينا لمعلومات أكثر تقدروا تواصلوا معنا عن طريق المواقع الإلكترونية اللي ظاهرة أسفل الشاشة. نشكركم مشاهدينا على كرم إصغائكم والمتابعة، إلى اللقاء.